أبدأ معك أبو بكر، ضعنا في الأجواء التي أعلنت أو صاحبت هذا التكليف بتولي الرئيس الوزراء الجديد. هتافات ترحيب عالية، جميع من هو هنا اليوم هو من أنصار كير ستارمر ومن أنصار العمال، الجميع سعيد بهذا الانتصار، يشعر أنه انتصار ذاتي لأنهم هم من أتى بهذا النصر بهذا القدر، ذهبوا إلى الانتخابات بحماس وبقوة وصوتوا للعمال وأتوا بكير ستارمر الذي يحمل شعار التغيير. الآن تبدأ عملية التغيير، هذا ما رد به كير ستارمر على أنصاره، قال أن التغيير يبدأ من الآن، وبالفعل لابد أن تبدأ بعض الأمور، يلمسها الشارع سريعا. رقم واحد يدرك الجميع أنه الاقتصاد، لذلك يبدأ التلميح على يعني بعض خفض، ربما بعض الضرائب يتم تخفيضها، فواتير الطاقة لابد أن يعني تنخفض نوعا ما. القصد أن العمال سوف يذهبون، هكذا يقول أغلب المحللين، أن سوف يذهبون إلى إجراءات سريعة على المستوى الاقتصادي يلمس المواطن البريطاني أثرها بسرعة، قد لا تكون كبيرة، لا تكون مؤثرة، لا تكون كل ما يريد المواطن البريطاني، ولكن العمال يريدون أن يوصلوا رسالة أن التغيير يعني عملية، هو مرحلة، وأن خطوات بسيطة صغيرة في البداية تعزز هذه النظرة حتى يتم يعني حل بقية الإشكاليات. التحدي الأكبر هو مدى نجاح العمال في 100 يوم الأولى إذا شئت، أو في يعني في السنة الأولى، لكن بكل تأكيد سوف يحاسبون في 100 يوم الأولى على ماذا فعلوا. لديهم برلمان، هم يتمتعون بالأغلبية المطلقة في البرلمان، لهم القدرة تماما على وضع التشريعات، سن القوانين كما يشاءون، لن يعيق قوانينهم أحد. وبالتالي إذا لم ينجحوا في وضع قوانين تؤسس لآلية العمل في السنوات الخمس القادمة، فهذا تقصير منهم وليس من أحد آخر. لا يمكن لهم أن يقولوا أن المحافظين مثلا بصفتهم معارضة من الآن وصاعدا هم من يعطلهم، فبالتالي عليهم في البداية وضع قوانين، آليات تنفيذ واضحة، ومعالجة ملفات داخلية وخارجية. أهم الملفات الداخلية الاقتصاد، في قلب الاقتصاد الضرائب، ثم تأتي معدلات الفائدة، وهذا شيء مهم جدا للناخب البريطاني. معدلات الفائدة مرتفعة جدا كانت يعني قبل أكثر من عام. الحسنة الوحيدة إذا شئت لحكومة ريشي سوناك أنه في ظل عهده وصلت معدلات الفائدة إلى ما كان يستهدف بنك أوف إنجلاند طوال الفترة الماضية إلى 2%، ولكن لم تنعكس إيجابا أبدا على جيوب الناخبين، كان هذا فقط في بنك أوف إنجلاند. الآن على ستارمر والعمال أن يترجموا هذا الأمر إلى يعني مكاسب اقتصادية فردية، يعني يجب أن يشعر كل شخص في بريطانيا أنه بات يمتلك أموالا أكثر، يدخر أموالا أكثر، يعني يجني مالا أكثر، أو يدفع ضرائب أقل. هذا في ملف الضرائب. هناك ملفات كثيرة ومتعددة، الهجرة واحدة منها. المحافظون كان لديهم خطة أنفقوا عليها أكثر من 230 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الماضية لترحيل الطالبين اللجوء إلى رواندا. هاجر المحافظون، غادر المحافظون ولم يغادر أي من اللاجئين إلى رواندا، وكان من ضمن البرنامج الانتخابي للعمال هو إلغاء هذه الخطة، بمعنى أن هناك الآن قرار بأن بشطب ما دفع ونسيان ما دفع من 230 مليار جنيه استرليني ذهبت هباء منثورة، يلوم فيها العمال المحافظين ويقول أنهم لو كانوا استمروا في الحكم لأضاعوا مزيدا من الأموال. ملف الهجرة هكذا لا يكون حل. الآن هو ألغوا فكرة حل الملف عبر الترحيل، ولكن كقضية هجرة ووصول المهاجرين كثيرين لبريطانيا، المراقبون يقولون أن أعدادا أخرى من المهاجرين سوف تأتي لأن المحافظين غادروا.